يعني مشيوش في الخطاب هذا نزيدوا نخوفوا الضحايا. هاني باش نقول لك انا بالعكس نعرف فهمتك، انا فهمتك، ولكن باش الناس تفهم زاد وما تفهمش كلامك بطريقه راهو فما ولا طرق الاثبات. اليوم راهو طرق الاثبات في 2022 ماهمش نفسهم في 1994 و95. دونك فما طرق نتاع اثبات كما حكاه، وفما تحرش الالكتروني. الناس توا والله المتحرشين ان شاء الله ربي يزيدكم منها البهيمه هذيا نتاعكم، وتقعدوا ديما تكتبوا كيك. خلينا نحن خليوا الاثار نتاعكم، خليوا الاثار نتاعكم ان شاء الله ربي وتتسجلوا في التليفونات نتاعكم هكاك، فهمت؟ دونك توا راهو وسائل الاثبات راهو القاضي يعني ذكي. لا ما نقصوش على بعضنا، انا ماذا بيا اليوم من الحصه نتاعنا اليوم ماذا بيا ندفعوا اكثر الضحايا انهم يمشيوا. انا اسمحوا لي بربي، بقيه التدخلات تخرج على المساله، مانيش راهي باش نبحثوا هذايا تحرش بنيه تحرش ولا لا ولا كذا. جوهريا طرح كلام مهم بالنسبه لمعاذ وبالنسبه لبقيه التدخلات. يا اخي نحن في الاخر عماد مجتمع، في الاخر خلينا نغزر روحنا في المرايه خارج اطارك الهلوله ودرشليه والجماعه اللي قالوا معاذ يا اخي تحطوا لنا في المواضيع كذا وشطر كما الاحصائيات تثبت. الكل ميت على المواقع. تعرف انت اول ما بن علي سقط لو 14 لو 13 وقت اللي قال انا فهمتكم، مش حتى كهرب مازال كي لو 13 جونفي بالضبط كي قال خطاب انا فهمتكم وانا فهمت اللي الرقابه هذه مش باهيه، ويزي بن عمار 404 ويفتح مجال الحريه في الانترنت. لا مشاو يتجراو باش يسمعوا نجيب الشابي وقتها لانه كان معارض كبير، لا سمعوا محمد الامامي، لا رجل غنوجي، لا كل مواقع الإباحية عرفت هجوم غير مسبوق في تاريخها من الشعب التونسي العظيم. هبطوا كل غاديكا، كلها تحلت مشيت كل غاديكا، لا مشاو للمعارضة ولا شيء. هل نحن مجتمع شوف في الأقل في الأحنا والأحنا والجنسانية، وأنا ما بحث ياخذ التونسي والجنسانية نتاعو، السكسواليتي نتاعو، مجتمع مكبوت متحرش ولا سي ترودي؟ شوف معناها ثقافيا وانثروبولوجيا معناها كي نحكيو ما ثماش مجتمع متحرش ومجتمع مش متحرش. اوكي. ثم حاجه اهم من هذا، التحرش هو مرض. مرض نحن ما حكيناش لتوا كيفيه التحرش، مثل ثم ظاهره في التحرش هي موجوده في تونس بكثره، هي ظاهره التلسيق. التلسيق هذا يلقى حظبه يجي يلصق الناس. اي لا هذيك هذه ونسي متلمس واحد، هذه متكتفه في الكيران وفي التريلوات ثم في شوف ثم مرض ثم مرض هوني. المرض هذا يلزم يتداوى. المشكل شنو في تونس؟ نحن المرض عندنا كان اللي مريض بكلته ومريض بكرشه. بربي يا عبده نكمل الحاله هذه بتاع صديقنا اللوساق اللي سميته التلسيق اللي معروفه الحاله هذه. في العاده حسب خبرتك النفسيه والواحد يعملها متزوج وغير متزوج، يعملها الانسان فقير فقير غني. شوف راهو التحرش ما عندوش علاقه بمتزوج وما عندوش علاقه بانك طفل، ما عندوش علاقه، هي حاله نفسانيه غني فقير. مش المتحرش مش جيعان جنسيا، اي هذا هو حبيبي. المتحرش مش جيعان، المتحرش هو مريض نفسانيا. شوف نحن المريض عندنا هو مريض الكلوه ومريض القلب، ما وصلناش نفهموا انه ثم انسان مريض نفسانيا. الإدارة علاش نلقاو فيها تو ثم أنا ثم كلمة دولة في الجامعة قبل نقولوها ديما، تقولها الطفلة تقول سقني الأستاذ قال لي زيرو ولا رونديفو، زيرو ولا رونديفو.